مصري ان شاء الله. يا مرحبا يا اهلا وسهلا نائب جمال الخضري رئيس اللجنه الشعبيه لمواجهه الاعصاب. حياكم الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. اهلا وسهلا نائب جمال الخضري رئيس اللجنه الشعبيه لمواجهه الاعصاب. يا مرحبا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا نائب جمال الخضري رئيس اللجنه الشعبيه. اهلا وسهلا عمان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بصدر عمان. حياكم الله. نائب الخضري بارك الله فيكم. الحمد لله. جمال الخضري اهلا وسهلا. ونبلغكم جميعا تحيات اخوانكم البرلمانيين من المحيط الى الخليج. ونريد هنا ان نؤكد على الوحدة الفلسطينية، ونريد كذلك أن نستغل هذا المنبر لنتوجه بالشكر الجزيل وبالتقدير العالي لمجلس الشعب المصري وللسلطات المصرية التي سهلت مهمتنا ودللت كل الصعوبات إلى أن وصلنا إليكم ووصلنا معكم الرحم. ونتمنى أن تكون لهذه الزيارة ما بعدها، وأن تتقاطر عليكم الوفود حتى نبين لكم أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فكلنا في هذه المعركة وهذه معركتنا، وإننا إن شاء الله لمنتصرون. وشكرا لكم جميعا. وأكثر من 3500 مصنع وورشة وشركة مقاولات مغلقة بشكل تام نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمتمثل بالإغلاق الشامل لكل المعابر التي تربط غزة بالاحتلال وبالضفة الغربية، والتي يدخل من خلالها كل المستلزمات لقطاع غزة إلا في حدود ضيقة يفتح لساعات محددة في أيام محددة لإدخال كميات محددة من بعض الأغذية للتجار أو بعض المساعدات التي تأتي عبر معبر كرم أبو سالم. الأزمة البيئية التي تضرب غزة خطيرة جدا. 90% من مياه الشرب غير صالحة على الإطلاق. الأزمة الكهرباء أزمة خطيرة جدا. محطة الكهرباء الآن تعمل ب 30% من طاقتها نتيجة توقف الاتحاد الأوروبي عن تمويل الوقود المورد لمحطة التوليد الذي كان منذ العام 2006 يولد حتى نوفمبر 2009. توقف هذا، وبالتالي غزة تعيش اليوم 50% من الكهرباء، وفي أحسن الأحوال البيت يقطع عنه 8 ساعات كهرباء في اليوم. هذا أفضل شيء. طبعا في ناس يقطع عنها 16 ساعة. عندما نقول الكهرباء تتوقف يعني المياه تتوقف، تقطع أيضا، ومشاكل في الصرف الصحي وفي المضخات التي تعمل، وبالتالي هذا يجعل الوضع البيئي خطير جدا. 40 مليون لتر من مياه الصرف الصحي الغير معالج يضخ يوميا في بحر غزة دون أي أدنى معالج، لأن هناك منع إسرائيلي لتوريد كل هذه المضخات، مما يحدث أزمة خطيرة في مياه البحر والتلوث الحادث بهذا الامر. لسكان غزة بقول لهم ان انا يعني بموت سكان غزة وبحب اهل غزة، وكل مصري بيحب اهل غزة، وما تصدقوش اي كلمة بتتقال. كل المصريين بيعشقوا أهل غزة، ومتأكد أن كل من في غزة بيعشق المصريين. وأجيبها لك كده في حاجة، يوم مصر كسبت كأس أفريقيا كان الاحتفالات في غزة زيها زي أي حتة في مصر. شكرا. زيارتنا المطالبة برفع الحصار الجائر على إخواننا في غزة، الحصار الظالم، الحصار الذي لم نجد له ما يبرره. يعني شعب 1,700,000 حسب ما خبرون الأخوان يعني يعيش في سجن كبير، هذه مأساة. يجب على العالم أجمع أن يقف صفا واحدا لرفع الحصار، وإن شاء الله سنضع آلية عن طريق الاتحاد البرلماني العربي لرفع الحصار إن شاء الله. إحنا كنا سابقا نسمع ونشاهد في القنوات الفضائية، حقيقة ما رأينا اليوم يعني يدمع العين ويدمع القلب، حقيقة مأساة كبيرة يعيشها أخواننا في غزة. هذه الزيارة التي تأتي في البداية لإعرابي عن مشاعر الود التي يكونها العرب
لأهل غزة وفلسطين بشكل عام. أنا وجدت حصار بحري، وجدت حصار بري من كل الجهات لغزة، لنؤكد دعمنا لإخواننا في غزة وما حصل من اعتداءات غاشمة من قبل العدو الإسرائيلي. الأخ الوزير محمد فرج الغول وزير الأسرى والمحررين، الأخ الدكتور سالم الكعبي رئيس الوفد البرلماني. باسمي والأصالة عن جميع الوفد المشارك في هذه الزيارة عن تضامننا ومساندتنا لإخواننا في غزة، ونقول لهم سيروا ونحن من وراءكم، سنكون عضدا لكم ونقدم كل ما نستطيع من رأي وقول لعل الله أن ينصرنا جميعا. والله يعني حقيقة استمعنا إلى كلمات جدا مؤثرة، وكانت أكثر مما رأيناه حقيقة في الإعلام، وأكثر تأثيرا رأيناه على الواقع ورأيناه على الأرض ورأيناه وجها لوجه. لابد لهذا الحصار أن يرفع، لابد له أن ينكسر، لأن غزة حتى إن كانت تنحني أحيانا لكنها لا تنكسر. والله يعني أنا أستشعر المسؤولية كبرلماني أن البرلمانات تستطيع أن تقوم بدور كبير في الضغط على حكومات من أجل كسر الحصار على غزة، لأن من العار أن يكون عندنا جامعة الدول العربية ومؤتمر الإسلامي و الدول العربية تعد بالملايين ويصمتون أمام استمرار هذا الحصار المخزي. نستطيع أن نضغط على حكوماتنا من أجل أن تكسر هذا الحصار، نستطيع أن نضغط على حكوماتنا بالتشريعات وبالقوانين لمنع التطبيع مع العدو الصهيوني وتجريم التعامل معه، أقصد الشعوب. وأيضا يعني نريد أن نبلغ رسالة من خلال هذه الزيارة لشعب فلسطين في غزة، أن نحن أن هذا الشعب ليس وحده، ولكن الشعوب العربية والإسلامية كلها تقف خلفه وتقف معه. ولكن كما أن هناك حصار على الشعب الفلسطيني في غزة، هناك حصار على الشعوب العربية حتى لا تتمكن من إبداء مواقفها الحقيقية مع الشعب الفلسطيني في غزة. نص دقيقة سؤال الأخير. بالنسبة لمعبر رفح، احنا يعني مررنا فيه بسهولة ويسر، ولكن الملاحظة كانت ان احنا الوحيدين اللي كنا نعبر. هذه ملاحظتي على معبر رفح. نتمنى على مصر الشقيقة، ارض العروب والكنانة وقاهرة المعز، ان تكون فعلا يعني تقف على مستوى تاريخها المشرف.